نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع مديرية الصحة قافلة طبية بقرية الرقبة التابعة لمركز دراو بمحافظة أسوان، ووقعت القافلة الكشف الطبي على المواطنين في مختلف التخصصات وصرفت العلاج لهم بالمجان، كما حولت عددا من الحالات للمستشفيات التابعة لمديرية الصحة لإجراء العمليات الجراحية. معنا مبادرة حياة كريمة بنقدم فيها القفلة العلاجية مختلف التخصصات الطبية. معنا الصيدلية متنقلة فيها أكثر، تحتوي على أكثر من 130 صنف دواء. معنا جهاز الأشعة المتنقلة اللي إذا احتاج الأمر. النهاردة بنقدم كمان جهاز التحويلات لأقرب مستشفى، مستشفى دراو مركزي ومستشفى جامعة أسوان. كل الخدمات المقدمة النهاردة بالمجان. نستقبل حالات الجراحة وبنشخصها، واللي محتاج اي وصفات علاجيه بنكتبها له، بيصرف له العلاج مجانا. واي حالات محتاجه لتدخل جراحي بنحولها للمستشفيات المحيطه بالمكان. نشكر القفله الطبيه في نجع الرقبه والرعايه الطبيه كلها من غير مقابل، ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، نشكره الف الف شكر على القوافل الطبية وعلاج مجانا، ويعني علاج ما نلقوش بره خالص، نلقاه كله في القوافل الطبية. ما شاء الله هنا الدكاترة يعني قايمين بدور كبير وبعناية كبيرة، والإقبال على الناس وبكشفوا بالمجانا يعني ما شاء الله، والعلاج كويس. وعن نفسي أنا كشفت يعني، مش لوحدي، الناس كلها بتكشف وما شاء الله بالمجان يعني.